كرام من القراءة التحليلية، انضم إلينا من واشنطن نور مارول المسؤول الاستخباراتي الأمريكي السابق. بعد التحية سيد نورمر، ترامب إذن يهاجم دائما كما في كل تصريحاته تعامل إدارة بايدن هاريس مع الحروب التي شنتها إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط، هل هناك أدوات وسبل برأيك يمتلكها الرئيس السابق لتنفيذ تعهده بإنهاء تلك الصراعات حال عودته إلى البيت الأبيض؟ مساء الخير. أظن أنه عندما نرى كلا المرشحين ترامب وهاريس، هناك تقارب بين وجهة نظرهم، وهو أمر مدهش عندما يتعلق الأمر بخططهم حيال الشرق الأوسط. كلاهما يتعهدان بمساندة إسرائيل، وكلاهما يتعهد بإرسال مساعدات عسكرية كبيرة الشرق الأوسط لردع إيران، وكلاهما أيضا سيستمران في إرسال أسلحة دفاعية إلى إسرائيل، وكلاهما التزم بردع إيران ووقف برنامج إيران النووي. برنامج ترامب لن يسمح لأي شخص باختبار قدرته مثل إيران، وسيقوم باتباع أساليب أكثر عدوانية مما حدث مع الإدارة الأمريكية الحالية.